أهلا بكم مجددا وإلى الأخبار مباشرة، حيث أعلن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم أن وزارة المالية خرجت تماما من دعم البنزين والجازولين ولن تحدد تعرفته، وقطع بأنه لن يكون هنالك سعرين للوقود بل سيتم تحديد سقف للربح. وأضاف جبريل لا يوجد حل سوى إجراء الإصلاحات الاقتصادية، وأكد أن هذه السياسات ستؤتى كلها لصالح الشعب السوداني، وأوضح أن الحكومة لديها معالجات للقطاع الزراعي مع وجود مراقبة مشددة، وقال سنتعامل مع المنتج ولن نعطي الوقود بصورة مفتوحة للأفراد. هذا وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين الجماهير إلى الخروج للشارع لإسقاط الحكومة الانتقالية بعد إعلانها رسميا زيادة أسعار الوقود. وطالب التجمع في بيان لمقاومة قرارات الحكومة سلميا لإسقاطها، واعتبر التجمع قرار وزارة المالية بابتداع آلية تسعير الوقود على أساس تكلفة الاستيراد والتي سيرتفع بموجبها سعر لتر البنزين إلى 290 جنيه ولتر الديزل إلى 285 جنيه، قابلة للزيادة، بأنها دعوة مفتوحة من السلطة الانتقالية للخروج وإسقاطها مع هذه السياسات التي لم تستحي وزارة المالية من الإقرار صراحة. ونوه التجمع إلى أن هذه السياسات تهدف إلى إرضاء مؤسسات التمويل الدولية، وقال التجمع أن السلطة الانتقالية فشلت في التصدي لأولويات الإصلاح الاقتصادي حين لم تتدخل بحزم للسيطرة على الاقتصاد الموازي الذي يمتص من موارد البلاد أضعاف المليار دولار الذي زعمت أنها ستوفره بهذا القرار. يذكر أن الحكومة الانتقالية فشلت في وقف التهريب الممنهج للذهب والسيطرة على شركات كبرى تعمل خارج دائرة سلطة وزارة المالية الاتحادية، ويذكر أن الاحتجاجات بدأت فعليا ليلة الأمس في مناطق متفرقة مناهضة للقرار. أيضا استقبل رئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وزيري الخارجية والري المصريين دكتور سامح شكري ودكتور محمد عبد العاطي، وذلك بحضور وزيرة الخارجية دكتور مريم الصادق المهدي ووزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس وسفير جمهورية مصر العربية لدى السودان السيد حسام عيسى. وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين. هذا وتناول اللقاء موضوع الملأ الأحادي الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول التشغيل وتبادل المعلومات والذي يضر بالمصالح والأمن المائي لدول المصب السودان ومصر. وتم خلال اللقاء الاتفاق على تكثيف عمل آلية التنسيق على المستوى الفني ودعم المسار الأفريقي للاتفاق بين الدول الثلاثة قبل الملأ. أما بشأن مفاوضات السلام، فقد بحث وفد الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو القضايا السياسية والمسائل المتصلة بملف الترتيبات الأمنية. جاء ذلك خلال اجتماعهم المباشر بجوبا الأربعاء. وأوضح مقرر الوساطة الجنوبية ضي مطوك أنهم رفعوا جلسة الأربعاء لإعطاء اللجان فرصة للوصول لقواسم بشأن بعض القضايا. هذا وقال الناطق الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية شمال كوكو محمد جقدول إن الاجتماعات ناقشت تقارير اللجان حول النقاط المختلف حولها مبينا حدوث بعض التقدم. وأعرب الناطق الرسمي باسم وفد الحركة الشعبية شمال كوكو محمد جقدول عن أمله في أن تسهم اجتماعات اللجان المشتركة واجتماع الوساطة مع رئيسي الوفدين اليوم الخميس في تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية. هذا ومن المقرر أن تستمر المفاوضات حتى 13 من الشهر الجاري بعد أن مددت في 5 يونيو لأسبوع. في الشأن الرياضي، نجح الهلال في تحقيق الفوز بمباراته الودية أمام شباب النادي بنتيجة 4-0 باستاد الهلال الجوهرة الزرقاء، وكان صانع الألعاب الأيسر عثمان ميسي نجم المباراة من غير منازع، حيث سجل هاتريك وياسر مزمل هدفا جاءت المباراة الودية ضمن برنامج المدير الفني لفريق الهلال البرتغالي ريكاردو فورماسينو لخوض المباريات بالعناصر المحلية للحفاظ على جاهزيتهم بعد توقف الدور المحلي.
قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه أوقف الإجراءات الانضباطية ضد برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد عقب محاولتهم تأسيس دوري السوبر الانفصالي. وصمدت هذه الفرق الثلاثة عندما انسحبت 9 من الأندية إلى 12 من المشروع وأبرمت صفقة مع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي. هذا وتوصلت الفرق الإنجليزية الستة إلى تسوية مالية مع الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق الأربعاء. وأعلن كل من أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام عن أنفسهم كأعضاء مؤسسين للمسابقة في أبريل، لكن المشروع سرعان ما انهار بعد معارضة واسعة النطاق.